بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، صلاة تعيذني بها من العجز والكسل، وتؤمنني بها من الوجل، وتغفر لي بها الخطايا والزلل، وتشفيني بها من الداء والعلل، وتبلغني بها كل ما آمل، وتهديني بها لصالح القول والعمل، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادرأ عنا كل شر، ولا تجعل حولنا إلا من أراد لنا الخير، وأعذنا من كل شيطان رجيم. اللهم متعنا براحة البال وقبول الأعمال، وأنعم علينا بصحة الأبدان، واكفنا شر الإنس والجن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء. واليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة أقدم لكم فيها فائدة لفتح أبواب الرزق وجلب البركة وإزالة العراقيل، وأيضا لقضاء الحاجات، فتابعوا معي. فهذه الفائدة هي إلى كل من تعسر عليه الرزق والكسب رغم سعيه واجتهاده لتحسين معيشته، وأيضا هي لكل من يجد كثرة العراقيل في قضاء حوائجه، ولمن يستعصي عليه بلوغ هدف ما، وتصلح أيضا للمخطوبين الذين يجدون صعوبة وتعطيلات في إتمام خطوات زواجهم، وتصلح أيضا لأصحاب المحلات التجارية أو المكاتب الذين يعانون من ركود وتراجع في معاملاتهم ومدخولاتهم المالية، وتصلح أيضا لربات البيوت لحلول البركة في المصروف وحاجيات البيت وأهله، ولجلب الخيرات ودفع البليات. فهذه الفائدة سبحان الله لها من التجليات الكثير الكثير الكثير، ونافعة لكل أمور الحياة المتعلقة بالأرزاق وتيسيرها ونيل التوفيق والبركة فيها. وطريقتها هي سهلة ولا تأخذ وقتا في ذكرها، تقريبا ربع ساعة، أفضل أوقاتها في الصباح إما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الضحى في أي وقت قبل أذان الظهر. كل واحد يختار الوقت الذي يناسبه حسب ظروفه، وهنا الطهارة والوضوء شرطان أساسيان في هذه الفائدة. إذن أخواتنا البنات والسيدات يتوقفن عنها في فترة العذر الشرعي. والطريقة أنك تجلس مستقبلا القبلة وتعقد نيتك في الأول على الأمر الذي تريد، مثلا تريد تيسير رزق، يعني البركة في المال أو أي شيء تريد تعقد نيتك عليه، ثم تذكر ما يلي: تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات، ثم بعدها تذكر لا إله إلا الله 7 مرات، ثم بعدها تكبر الله أكبر 7 مرات، ثم بعدها تصلي على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 7 مرات، ثم تذكر سبحان البر الرحيم 7 مرات، تقرأ بعدها سورة الإخلاص 7 مرات، ثم تقول الدعاء الآتي: يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، ويا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في الأولى والآخرة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة توابه، يا من في النار عقابه، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون،
يا من عليه يتوكل المتوكلون. اللهم إني توكلت عليك وبك استعنت، لا مانع للشر إلا أنت، ولا جالب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء ولك السمع والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدعوك باسمي وباسم كل من نطق وينطق الشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأسألك اللهم بحقها وسرها أن تيسر أمري وتفتح لي مغاليق الأبواب وتسهل علي كل عسير وتهون علي كل صعب وتكثر رزقي وتبارك لي فيه وتكفيني برحمتك شر ما في الغيب. وهنا ترفع كفيك عاليا للدعاء ثم تدعو الله بحاجتك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان هذا هو نص الورد المبارك ينتهي مع الانتهاء من الدعاء. ويجب أن تداوم على هذا الذكر 21 يوما دون انقطاع، وإذا حدث ونسيته، يعني نسيت قراءته في الصباح، فحاول أن تتدارك الأمر وتقضيه في نفس اليوم في أي وقت، سواء بالليل أو بالنهار قبل أن تنام، يعني قبل نهاية اليوم. أنتظر إن شاء الله بشاراتكم في التعليق بخصوص هذا الورد، لأني أعلم علم اليقين أن تجلياته عالية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ما نصحت به أحدا إلا وجبر الله خاطره وقضى حاجته ووسع عليه بفضله ورحمته. وصلنا إخوتي في الله إلى ختام هذه الحلقة. أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم للقناة. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.